أم محمد من رابغ، تفضلي يا أختي أم محمد، تفضلي. سؤال السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. اكسري التلفزيون شوي أم محمد. يا محمد تفضلي تفضلي. بسأل الشيخ، هل يجوز للمرأة الأذان في الصلاة؟ أم لأني أنا سألت قالوا المرأة يجوز لها تأذن وتقيم في نفس الوقت لوحدها. طيب شكرا. والثاني السؤال، إيه؟ هل يجوز لي أن أتصدق عن ولد حماتي هو متوفي؟ والثالث، هل يجوز يصلي صلاة الكسوف في البيت أم لا؟ طيب الله يعطيكم العافية. شكرا. الشيخ صالح، هل يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم؟ لا يجوز لها ذلك، لأن هذا لم يرد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الأذان والإقامة للرجال يشرعان في حق الرجال. نعم.